بنحتفل بعيد يسوع الملك، واحتفلنا النهاردة احتفال خاص جدا. النهاردة ختام أو الأحد الأخير في السنة اللي فيها المسيح بيتوج أنه يكون ملك الكون وملك على حياتنا. باسمي وباسم الرعية جميعا بنرحب بمونسنيور أبونا جمال خضر القائم بأعمال البطريركية اللاتينية في القدس. أول مرة يجي عندنا صح؟ في عمان. في عمان. أهلا وسهلا بك بزيارتك، وإن شاء الله دايما تزور عنجرة. بدنا ساكفة لأبو لسيدنا حلوة هيك. وبنرحب كمان بصديق عزيز علينا مونسنيور ماوري لالي. مونسنيور دايما حاضر معنا ودايما موجود في أي احتفال بيجي. أهلا وسهلا مونسنيور ماوري. أهلا وسهلا. والنهاردة عندنا كمان بنوع خاص بنرحب بابونا كارلوس فيريرو. الأبونا هو الرئيس الإقليمي لرهبانيتنا في الشرق الأوسط، هو الرئيس في القدس وقبرص والأردن وسوريا كمان، فهو رئيس على 4 أماكن تقريبا. أهلا وسهلا بابونا. وصاحب النصيب الأكبر بنحتفل النهاردة بابونا فيكتور مرة تاني ب25 سنة كاهن. ألف مبروك أبونا. وبشكر الجميع على الحضور، وإن شاء الله قداس مليء بالخيرات والبركات الروحية. بسم الله والابن والروح القدس الإله الواحد. نعمة ربنا يسوع المسيح ومحبة الله وشركة الروح القدس معكم جميعا ومع روحك أيضا. نصلي في قداس هذا اليوم أجل راحة نفس المرحومين طعم السعيد مرت الجريس سعيد أبو خالد زوايدي. لنبدأ هذا الاحتفال، احتفالنا بيسوع الملك، ملك الكون، ملك على حياتنا. نبدأ بفعل ندامة، طالبين من الله رحمته وغفران خطايانا. أنا أعترف لله القادر على كل شيء وإليكم أيها الإخوة، لأني خطأت كثيرا بالفكر والقول والفعل والإهمال، خطيئتي عظيمة جدا. لذلك أطلب إلى القديسة مريم دامة البتولية وإلى جميع الملائكة والقديسين وإليكم أيها الإخوة أن تصلوا من أجلي إلى الرب إلهنا، ليرحمنا الله القدير وليغفر لنا زلاتنا وليبلغنا إلى الحياة الأبدية. آمين.
نصلي. أيها الإله السرمدي القدير، يا من أردت أن تجدد كل شيء بالمسيح مالك العالمين، حرر الخلائق من العبودية، فتعكف على عبادتك ولا تكف عن حمدك يا ذا العزة والجلال، بربنا يسوع المسيح ابنك الإله الحي المالك معك ومع الروح القدس إلى دهر الدهور. القراءة الأولى قراءة من نبوءة دانيال. ورأيت في رؤى الليل، فإذا بمثل آب ابن البشر آتيا على سحاب السماء، فبلغ القديم الأيام وقرب إلى أمامه، وأوتي سلطانا ومجدا وملكا، فجميع الشعوب والأمم والألسنة يعبدونه، وسلطانه سلطان أبدي لا يزول وملكه لا ينقرض. كلام الرب. ملك الرب وارتدى جلالا، ملك الرب وارتدى جلالا، ملك المولى وارتدى جلالا، اتخذ الرب العزة إزارا. ربي إنك ثبت العالم فلن يتزعزع، وطيد عرشك منذ الأزل، وقد كنت دوما ولم تزال. ملك الرب وارتدى جلالا، شهادتك جد صادقة، والقداسة ببيتك لائقة. أيها المولى على مدى الأيام، ملك الرب وارتدى جلالا. قراءة ثانية. المسيح يسوع ملك ملوك الأرض، حلنا من خطايانا بدمه الثمين، وجعل منا مملكة لأبيه، فله المجد والعزة أبد الدهور. قراءة من رؤيا القديس يوحنا الرسول. عليكم النعمة والسلام من لدن يسوع المسيح الشاهد الصادق، وبكر من يقومون من بين الأموات، وملك ملوك الأرض، لذاك الذي أحبنا فحلنا من خطايانا بدمه، وجعل منا مملكة من الكهنة لإلهه وأبيه، المجد والعزة أبد الدهور. أمين. ها هو ذا آت في الغمام، ستراه كل عين حتى الذين طعنوه، وتنتحب عليه جميع قبائل الأرض. أجل. آمين. أنا الألف والياء، هذا ما يقوله الرب الإله، الذي هو كائن وكان ويأتي وهو القدير. كلام الرب. هللويا 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 هللويا.
معكم. فصل من بشارة القديس يوحنا الإنجيلي البشير. في ذلك الزمان قال بيلاطس ليسوع: أأنت ملك اليهود؟ أجاب يسوع: أمن عندك تقول هذا أم قاله لك في آخرون؟ أجاب بيلاطس: أتراني يهوديا؟ إن أمتك والأحبار أسلموك إلي، فماذا فعلت؟ أجاب يسوع: ليست مملكتي من هذا العالم. لو كانت مملكتي من هذا العالم لدفع عني حرسي لكي لا أسلم إلى اليهود، ولكن مملكتي ليست منها هنا. فقال له بيلاطس: إذن فأنت ملك؟ أجاب يسوع: هو ما تقول، فإني ملك، وأنا ما ولدت وأتيت العالم إلا ليشهد للحق. فكل من كان من الحق يصغي إلى صوتي. كلام الإخوة والأخوات، أود أن أعرب عن سعادتي بوجودي بينكم اليوم. نحتفل بالقداس الإلهي ليوم الأحد، ونحتفل بهذا العيد المميز، عيد يسوع الملك، وأيضا في يوم ماطر، يعني بركة من السماء، واللي بنشكر ربنا على نعمة المطر، بحاجة لها كثير. إحنا منصلي ونرفع الدعاء إلى الله، والله يجيب بمراحمه الكثيرة، من بينها المطر اللي بيمن فيه علينا جميعا. اليوم عيد يسوع الملك، وهو آخر أحد من زمن السنة ما سمعنا في بداية القداس، والأحد القادم نبدأ سنة جديدة، سنة لترجية جديدة. الأحد القادم بيكون الأحد الأول من زمن المجيء، أربع أحد للتحضير لعيد ميلاد، فبنبدأ بداية جديدة. فهلا في هذا العيد، عيد يسوع الملك، نصل إلى مش نهاية، ولكن خلينا نقول إلى قمة احتفالنا خلال سنة كاملة، لنصل إلى عيد يسوع ملك الكون وسيد السادة. احتفالنا بعيد يسوع الملك ويسوع الذي يملك ويسوع الذي ينتصر، الكنيسة تضع لنا مقطع إنجيلي غريب نوعا ما، لأنه هذا المقطع هو في محاكمة يسوع. لما منفكر بملوكية يسوع وكيف أنه يملك على الكون كله، الكنيسة بتذكرنا لا، بتحط لنا يسوع في أضعف فترة زمنية إله كإنسان، لما وقف أمام بيلاطس حتى يحكم عليه بالموت. بيلاطس بيحقق مع يسوع، بيتهمه بين قوسين، التهمة أنه ملك،
ويسوع يقر بهذه التهمة ولكن بطريقة تختلف عن بيلاطس. يعني بيلاطس عندما يقول كلمة ملك يعني فيها شيء، ويسوع يعني فيها شيء آخر. حتى أنه في النهاية ذكر بيلاطس لما حكم على يسوع بالموت ما هي سبب أو العلة أو ما هو الحكم، ما هي الجريمة بين قوسين اللي عملها يسوع. بيلاطس كتبها على الصليب قدام كل الناس، اللي كتبوا على الصليب يسوع الناصري ملك اليهود. هذه هي التهمة، وأصبحت شعار بالنسبة لنا، لأنه بيلاطس عندما يتحدث عن ملك ومملكة وملك يتحدث عن السيطرة، عن القوة، عن من يتحكم، ممالك بشرية. يسوع عندما يتحدث عن الملك وعن الملك يتحدث عن أمر آخر، بيقول مملكتي ليست من هذا العالم، مش على نمط الممالك الأرضية. لم يأتي يسوع لكي ينشئ مملكة مثل مملكة داود، مع العلم أن الناس كانوا بدهم واحد مسيح يأتي ملك قوي ينتصر على أعداء يأسس مملكة داود. في نفس إنجيل القديس يوحنا نذكر لما يسوع كثر الخبز، فالناس شافوا هذه المعجزة العظيمة وقالوا هذا هو الملك الآتي، فكانوا يبحثون عنه ليقيموه ملكا، فهرب يسوع وذهب إلى الجبل ليصلي. كانوا فاهمين الموضوع غلط الناس، ويسوع بهمه أنه يشرح لنا الموضوع بطريقة صحيحة سليمة. هذا اللي بنسمعه في إنجيل اليوم، هذا اللي بنسمعه، ما معنى أن يكون يسوع ملك؟ يسوع قال عن رسالته جملة نعرفها جميعا، إن ابن الإنسان لم يأتي ليخدم بل ليخدم ويفدي بنفسه جماعة الناس. ملوك هذه الأرض بدهم بحاجة إلى من يخدمهم، يسوع أتى لكي هو يخدم غيره. ينحنون أمام ملوك هذا العالم، ويسوع ينحني أمام تلاميذه ليغسل أقدامهم. بداية رواية الآلام عند القديس يوحنا يقول لنا أن نعم هذا الملك الملوك ينحني أمام التلاميذ ليغسل أقدامهم. هذا الملك يسوع هو الذي قال عن نفسه أنه الراعي، الراعي الذي يرعى الخراف مسؤول عنها، نعم، ولكن الراعي الصالح الذي يبذل نفسه في سبيل خرافه، ما بيضحي بالناس من أجله ولكن يضحي بنفسه من أجل الناس. هذا هو يسوع الملك، وهذا النموذج وهذا المثال الذي يعطينا إياه يسوع. إذا كان الناس بانتظار ملك أو يريدون ملك زمني، ملك إنسان قوي منتصر قائد عظيم، يسوع قائد عظيم ولكن بطريقته. يقول للي بدهم يتبعوه، من أراد أن يتبعني مش على النصر فليحمل صليبه. أتيت ما أتيت إلى هذا العالم إلا لأشهد للحق، بيحكي لبيلاطس في إنجيل اليوم. ومن كان من الحق يصغي إلى صوتي، ما بيفرض على الناس إنهم يتبعوه، بدون أن الإنسان بكل حرية يتبع المسيح وصوت المسيح لأنه صوت الحق. صوت الحق ضد كل ظلم، ضد كل خداع، ضد كل كذب وغش. صوت الحق ضد كل خطيئة وشر. صوت الحق الذي هو صوت الله للإنسان من أجل خلاص الإنسان من كل شر، وأكبر شر يواجه الإنسان هو الموت. هذا هو يسوع الملك. من أراد أن يتبعه فليتبعه بكل حرية، يختار صوت الحق. من كان من الحق يصغي إلى صوتي. وعندما نتبع السيد المسيح هو يحررنا، لأن المسيح في العشاء الأخير برضو في إنجيل القديس يوحنا يقول تعرفون الحق والحق يحرركم. فيش إنسان بيكون حر في الخطيئة، فيش إنسان بيكون حر بالشر واستبداد الشر، فيش إنسان بيكون حر وهو مملوء بالكذب والغش والخداع. يحررنا، أولا يحررنا، يحرر قلوبنا من الخطيئة، يحرر قلوبنا من الرذائل، يحرر قلوبنا من كل ما يستعبدنا، والخطيئة تستعبدنا.
هكذا يجعلنا جميعا أحرار، يحررنا من كل غش وخداع وكذب وكراهية. هذا هو ملكوت المسيح، هذا هو ملكوت المسيح الذي نحتفل به اليوم. هذا الملكوت المبني على الخدمة والتواضع. في صلاة اليوم في المقدمة قبل الصلاة الإفخارستية تحكينا عن هذا الملكوت، هو ملك حق وحياة، ملك قداسة ونعمة، ملك عدل وحب وسلام. هذا هو ملك المسيح، وهو يدعونا إلى أن نتبعه، يدعونا أن نحمل معه راية هذا الملكوت فنكون من أتباعه. المسيح في النهاية ينتصر بقيامته من بين الأموات، ينتصر على الشر، على الخطيئة، على الموت، على الظلم. قام المسيح من بين الأموات ليصبح ملكا على العالم كله، ملكا على قلوب أتباعه، ملكا على كل من اختار يسوع أن يكون ملكا على حياته. عندما يكون المسيح ملكا على قلوبنا لا يستعبدنا، يحررنا، يجعلنا أحرارا. هذا ما يعمله السيد المسيح، يصبح ملكا في حياتنا، ملكا على قلوبنا، ملكا يزرع الحب والسلام والعدل في هذا العالم. أيها الملك وإلهي، رب الأرباب وأمير السلام، احمي عائلاتنا ووطننا، رد عنا الأعداء وارعانا بحكمك العادل. ارحمنا يا رب واحفظنا، وقدنا أيها الراعي الأمين على درب السماء. آمين. لنعلن إيماننا ولنقل: نؤمن بإله واحد، آب ضابط الكل، خالق السماء والأرض، كل ما يرى وما لا يرى، وبرب واحد يسوع المسيح، ابن الله الوحيد، المولود من الآب قبل كل الدهور، إله من إله، نور من نور، إله حق من إله حق، مولود غير مخلوق، مساوٍ للآب في الجوهر، الذي به كان كل شيء، الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد بقوة الروح القدس من مريم العذراء وتأنس وصلب عنا على عهد بلاطس الخنطي وقام في اليوم الثالث كما في الكتب وصعد إلى السماء وجلس عن يمين الآب وأيضا سيأتي بمجد عظيم بيدنا الأحياء والأموات الذي لا فناء لملكه وبالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب والابن الذي هو مع الآب والابن يجد له ويمجد الناطق بالأنبياء والكنيسة ونعترف معمودية واحدة لمغفرة الخطايا ونترجى قيامة الموتى والحياة في الدهر الآتي. أيها الإخوة الأحباء، إن الله الآب أقام ابنه الوحيد كاهنا أبديا وملكا على جميع العالمين، فلنصلي ونعمل لكي ينتشر في العالم وبين جميع الشعوب هذا الملك، ملك الحب والحق والعدل. ولنقل معا: ليأتي ملكوتك يا رب، يأتي ملكوتك يا رب. لأجل الكنيسة ورعاياها، كي يظلوا أمناء لروح المسيح ويعملوا على نشر ملكوته بنفس أسلحته الفقر والتواضع وخدمة الآخرين، إلى الرب نطلب: يأتي ملكوتك يا رب. لأجل رؤساء الدول أصحاب السلطة والقوة، كي يستعملوا هذه الوسائل على مثال المسيح لخدمة وخير مسؤوليهم، إلى الرب نطلب: يأتي ملكوتك يا رب. أمام التقدم التقني والعلمي، كثيراً ما يعتقد البشر أنهم أسياد الكون، لنصلي كي يشعروا بعظمة الله وبصغرهم، إلى الرب نطلب. أمام المعاملة اللا إنسانية
التي يتعرض لها البشر في كثير من أنحاء العالم، فلنصلي كي يكون المسيحيون المدافعين عن حقوق وحريات المظلومين. إلى الرب نطلب. استجب ملكوتك يا رب. نحن شعب كهنوتي نجتمع كل يوم أحد حول الإفخارستية كي نحمل بشجاعة ومسؤولياتنا في بناء ملكوت الله. إلى الرب نطلب. يأتي ملكوتك يا رب. من أجل شرقنا أن تحكمه حكمة الله وينعم بالسلام والطمأنينة ليكون عهد سلام مع الله والبشرية. إلى الرب نطلب. يأتي ملكوتك يا رب. من أجل طلباتنا الخاصة. إلى الرب نطلب. يأتي ملكوتك يا رب. أيها الرب، أنت تريد أن يبني ابنك على الأرض ملك حق ومحبة. هبنا أن نكون بإيماننا شهوداً لهذا الحق وهذه المحبة بكلامنا وأعمالنا، ونساعد في نشر ملكه بقداسة سيرتنا حتى ذلك اليوم الذي نشارك فيه في ملكه إلى دهر الدهور. آمين. للاعترافات في أبونا صقر في السكرستية لسماع الاعترافات. للي يحب يعترف أبونا موجود في السكرستية. أنت حي أنت قادر، صفحة 405.
صلى الإخوة إلى الله الأب القدير كي يقبل مني ومنكم هذه الذبيحة. نقدم لك يا رب الذبيحة التي بها صالحت العالم، ونتضرع إليك كي يمنح ابنك الوحيد الأمم أجمعين هبات الوحدة والسلام، هو الحي المالك إلى دهر الدهور. الرب معكم لنرفع قلوبنا إلى العلا، لنشكر الرب إلهنا. ذلك حق وعدل، إنه لحق وعدل واجب وخلاصي أن نشكرك في كل زمان وفي كل مكان. أيها الرب الأب القدوس الإله القدير الأزلي، إنك مسحت بدهن الابتهاج ابنك الوحيد يسوع المسيح ربنا كاهناً أبدياً وملكاً على جميع الكائنات، وذلك ليقرب نفسه على مذبح الصليب قربان سلام لا عيب فيه، ويتم سر فداء الجنس البشري. فإذا ما أخضع لسلطانه العظيم جميع الخلائق، رد لجلالك السامي ملكاً شاملاً ليس له انقضاء، ملك حق وحياة، ملك قداسة ونعمة، ملك عدل وحب وسلام. لذلك إننا مع الملائكة ورؤساء الملائكة ومع العروش والسيادات ومع سائر جند الجيش السماوي نواصل التسبيح بنشيد المجد قائلين: القدوس 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 الرب الإله إنك لقدوس أيها الأب، وبصواب تسبحك الخليقة التي أبدعتها، لأنك بابنك يسوع المسيح ربنا وبقوة الروح القدس تحيي وتقدس كل شيء، ولا تبرح تجمع أبنائك من حولك ليقربوا لاسمك تقدمة طاهرة من مشرق الشمس إلى مغربها. نسألك إذن متضرعين أيها الأب أن تقدس بذاك الروح عينه هذه القرابين التي أتيناك بها، فيتحول إلى جسد وإلى دم ابنك يسوع المسيح ربنا الذي أوصانا بأن نقيم هذه الأسرار المقدسة. فهو في الليلة التي أسلم فيها أخذ خبزا فشكر وبارك ثم كسر وناول تلاميذه قائلا: خذوا فكلوا من هذا كلكم، هذا هو جسدي الذي يبذل من أجلكم. كذلك من بعد العشاء أخذ الكأس فشكر وبارك وناول تلاميذه قائلا: خذوا فاشربوا منها كلكم، هذه هي كأس دمي، دم العهد الجديد الأبدي الذي يراق عنكم وعن الكثيرين لمغفرة الخطايا، اصنعوا هذا لذكري. هذا سر الإيمان. لذلك أيها الأب، فيما نحيي لنا ذكرى آلام ابنك لخلاصنا
وذكرى قيامته العجيبة وصعوده إلى السماء، منتظرين مجيئه الثاني، نقدم لك يا شاكرين هذه الذبيحة الحية المقدسة. اللهم انظر إلى قربان كنيستك كما نظرت إلى الذبيحة التي شئت أن تسترضى بها، وأنعم علينا نحن الذين نتغذى بجسد ابنك ودمه بأن نمتلئ بروحه القدوس فنكون جسدا واحدا وقلبا واحدا في المسيح. Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con San Giuseppe, suo sposo, con tutti i santi apostoli e gloriosi martiri e tutti i santi nostri intercessori presso di te. اللهم نسألك أن يعود قربان مصالحتنا هذا على العالم يا أجمع بالسلام والخلاص وامتثام بنت على الإيمان والمحمة كنيسة في مسيرتها نحو السماء مع خادمك الخبر العظيم البابا فرانسيس وبطريركنا بي باتيستا وجمع الأساك وأسار الكليروس وشعاب الذي تنايت. استجب متحننا لطلبات أسرتك هذه التي شئت أن تمثل أمام جلالك، واجمع أيها الآب العطوف شتات أبنائك من الأرض كلها. ارحم إخوتنا الراقدين. نصلي من أجل راحة نفس طعمة السعيد ومرسى الجريس وسعيد أبو خالد وجميع موتى العائلة وجميع الذين انتقلوا من هذا العالم في سلامك، اقبلهم في الملكوت حيث نرجو أن نتمتع معهم بمجدك إلى الأبد بالمسيح ربنا الذي به تجود على العالم بالخيرات كلها. فبالمسيح ومع المسيح وفي المسيح نرفع إليك أيها الأب القدير في وحدة الروح القدس كل إكرام ومجد إلى أبد الدهور. في الصلاة التي علمنا إياها السيد المسيح نقول فيها ليأتي ملكوتك، لنطلب من الله أن يحل ملكوت المسيح على هذه الأرض وأن نبني نحن أيضا هذا الملكوت، ولنقول: أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، أعطنا خبزنا كفاف يومنا واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير آمين. نجنا يا رب من جميع الشرور، تعطف وامنح السلامة في أيامنا، عضدنا برحمتك واحفظنا من الخطيئة لنأمن كل اضطراب. نحن المنتظرين في رجاء سعيد مجيء مخلصنا يسوع المسيح. أيها الرب يسوع المسيح، يا من قلت لرسلك: السلام أستودعكم، سلامي أمنحكم. لا تنظر إلى خطايانا بل إلى إيمان كنيستك، وتنازل وأولها الوحدة والسلام بحسب مشيئتك. أنت الحي المالك إلى دهر الدهور. آمين. يكن سلام الرب معكم دائما ومع روحك أيضا. سلام، تبادلوا السلام المسيح. يا حامل الخطايا يا
هوذا حمل الله، هوذا الحامل خطايا العالم. طوبى للمدعوين إلى وليمة الرب. يا رب لست مستحقة أن تدخل تحت سقفي، ولكن قل كلمة واحدة فتبرأ نفسي. أنت المسيح فنشهد، صفحة 401. Thank you.
لنصلي. ها قد تغذينا بطعام الخلود، فنسألك يا رب نحن المعتزين بالخضوع للمسيح ملك العالمين أن نحيا في ملكوته المجيد إلى الأبد، هو الحي المالك إلى دهر الدهور. آمين. Parlo italiano. Sí, bienvenido a todos. Muchas gracias por venir a participar de la misa. اهلا وسهلا بكم كل الناس اللي شاركت في القداس. Me disculpo porque no hablo árabe. بعتذر لانه ما بحكيش عربي. Ma parlo árabe. pero me da mucha alegría y quiero agradecer a Monseñor Jamal, a Monseñor Mauro y a todos los sacerdotes, al padre que ha venido acompañarnos también y todos nosotros por la celebración de los 25 años del Padre Víctor. بيشعر كثير بالفرح بوجود مونسنيور جمال، مونسنيور ماوري لالي، وكمان بيشعر بالفرح كثير انه موجود ابونا سامر وابونا صقر، وباحتفالنا بابونا فيكتور مره ثانيه. Para nosotros es una gran alegría poder estar acá y celebrar de nuevo este aniversario del Padre Víctor. لينا احنا شيء كبير حلو وبيعطينا كثير فرح ان احنا نحتفل مره ثانيه اليوبيل الفضي لابونا فيكتور. El 29 de junio cuando era el aniversario yo no podía salir de no podía viajar desde Israel, no se podía. 29 يونيو الماضي ما كانش يقدر يطلع من اسرائيل عشان يجي على الاردن عشان يحتفل معاه، بس هلا بنحتفل مره ثانيه مع ابونا فيكتور. Por eso esta vez que pude venir le he pedido al padre que celebremos así con toda la comunidad los 25 años de la Buna. ولما يجي طلب مننا ان احنا نحتفل مره ثانيه معاكم مع كل الرهبان والرهبات ال 25 سنه لابونا فيكتور. Y de una manera muy especial aquí donde está la Virgen del Monte de Angela. وهي احتفال بنوع خاص جدا لانه هون موجوده العذراء سيده الجبل عنجرة. Que ha llorado para nosotros. العذراء هون بكت دم عشاننا كلنا. Para que nosotros compartamos con ella los dolores de Cristo. عشان خاطر كمان احنا نشاركها في آلام المسيح. Para nosotros como sacerdotes eso es muy importante. بالنسبة لنا احنا ككهنة شيء مهم جدا ان احنا نشارك العذراء في آلامها. Y para nosotros el verbo encarnado, la congregación y las servidoras del Señor y la Virgen de Matará poder servir en este santuario aquí es muy importante y le damos muchas gracias a Dios. بالنسبة لنا كرهبان للكلمة المتجسدة وكرهبات خادمة الرب وعذراء مطراء شيء كثير مبارك بالنسبة لنا وبركة كبيرة لنا إن إحنا نخدم في مزار سيدة الجبل. Al patriarca Pier Batista y al patriarca que nos recibió a nosotros, Monseñor Stapa y el patriarca Pier Batista ahora fue actual antes. A todos le damos gracias también por permitirnos estar acá. إحنا بنشكر كثير البطرك ميشيل صباح، بنشكر كل البطاركة جم بعدين لحد سيدنا بير باتيستا. انه اعطونا الفرصه ان احنا نخدم في مزار سيده الجبل هون في الرعيه. Y el padre Víctor que está sirviendo aquí en esta parroquia en este santuario por varios años también le agradecemos por su sacerdocio. وبنشكر كمان ابونا فيكتور لخدمته لسنين كثيره هون في الرعيه وكمان هاي السنين الكهنوت بتاعته. Le prometemos también nuestras oraciones y toda la ayuda que sea necesaria para que persevere y llegue a ser un santo sacerdote. احنا بنقول له ان احنا راح نصلي لك عشان كان توصل ان انت تكون كاهن على حسب قلب يسوع. Con el corazón de Cristo y como Cristo rey. على قلب يسوع وزي كمان ما هو يسوع الملك. Y les pido a todos ustedes que también recen por él y recen por nosotros. بيطلب منكم جميعا ان انتم تصلوا من اجل ابونا، تصلوا من اجلنا كلنا. A la vez que también comprometemos nuestras oraciones, ¿no es cierto?, por ustedes. احنا كمان بنوعدكم وبنحط كمان صلواتنا عشانكم. شكرا. وشكرا. Voglio ringraziare prima di tutto Dio, la Vergine Maria per il dono della vita religiosa, del sacerdozio e per questi anni. Per tutte le grazie e benedizioni durante questo tempo. Voglio ringraziare la presenza oggi di tante persone illustri a questa messa di Cristo Re.
Don Lali, rappresentante del Santo Padre qui in Giordania, per la seconda volta viene, grazie mille. Monsignor Jamal, Padre Carlo Ferrero, il nostro superiore provinciale, sacerdoti delle parrocchie vicine, Abuna Sagar e Abuna Samar, sacerdote della mia comunità, Don Andrés e Don Néstor, in modo particolare il nostro superiore locale e parroco, Abuna Yusef, che ha preparato tutta questa messa e celebrazione, le suore della nostra famiglia religiosa, tutti coloro che hanno preparato la celebrazione, il corale, la guida, e a tutti voi la vostra presenza, anche dei nostri, quelli che ci aiutano con il lavoro nella casa dei bambini. E mi affido alle vostre preghiere anche i miei compagni di ordinazione, soprattutto a Abuna Gabriel, parroco di Gaza, che anche lui ha fatto 25, il giubileo di 25 anni del prete, parroco di Gaza. أبونا في شكره أول حاجة شكر ربنا على نعمة الكهنوت وشكر العذراء مريم وشكر كمان عشان خاطر نعمة الحياة الرهبانية وشكر عشان خاطر 25 سنة كاهن والخدمة اللي خدمها خلال فترة كهنوته بيشكر بنوع خاص مونسنيور جمال وكمان مونسنيور دون لالي اللي بيمثل قداسة البابا في الأردن بيشكر أبونا كارلوس فريرو الرئيس الإقليمي إلنا وبيشكر كمان كل الكهنة الموجودين أبونا صخر أبونا سامر أبونا نيستور أبونا أندريس وبيشكر بنوع خاص الرهبات بيشكر وأنا معاه بشكر كمان الكورال وبيشكر الدليل القداس وبنشكر نور ساد لأنها جت وصورت هاي تاني مرة يجوا يصوروا عندنا شكرا لكم وبيصلي بنوع خاص لأبونا جابرييل رومانيلي أبونا جابرييل هو راعي رعاية غزة وكمان هو نفس الكورس نفس الصف الكهنوت مع أبونا فيكتور وبطلب صلواتكم يسوع هو الملك وهو الملك الوحيد ستقام الآن الدورة الاحتفالية سيقوم الكهنة بحمل صورة يسوع الملك الرجاء البقاء في أماكنكم لأخذ البركة Hallelujah.
المجد كل المجد لملك المجد يسوع المسيح هللويا 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 الرب معكم ومع روحك أيضا سلام الله الذي يفوق كل إدراك يحفظ قلوبكم وأفكاركم في يسوع المسيح ربنا وليباركم الله القادر على كل شيء الآب والابن والروح القدس اذهبوا بسلام وفرح المسيح لك التحية صفحة 503 الجميع مدعو للدوان اللي يسلموا على مونسنيور جمال في الدوان دوان الرعية